اليوم راح ناخذ الهيماتوبويسيس للجانب العملي. طبعا احنا الجانب العملي يعني بس جزء بسيط من عنده، يعني مو ندخل فيه التفاصيل. راح نتطرق به الى ان شاء الله. نتطرق فيه ان شاء الله الى الجانب العملي للهيماتوفويسز. في البدايه انه نعرف انه هي عمليه الهيماتوفويسز تحدث في مواقع مختلفه قلناها حسب الفئه العمريه، لكن في معظم الكائن يعني الشخص البالغ يكون انتاجها هاي الخلايا في نخاع العظم بالبون مارو. فلذلك احنا نحتاج في البدء من الناحيه العمليه انه ناخذ مقطع سكشن نسيجي سيرولوجيكال سكشن بالبون مارو، نشوف شنو تركيبه مكوناته شلون اشخصه، وايضا ثم ننطلق الى اشكال تطور الخلايا. بالبدايه انه البون مارو معروف انه غالبيه حتى ادرسه هو متواجد في موقع الميديولاري كانال في اللونج بون، ويكون بال سمول كافيتي او كانسيليوس بون، يعني هاي مواقع اللي يشتهر بها تكوين او تواجد البون مارو بهذا الموقع، يعني هو باللونج بون والكانسيليوس بون. هذه المواقع اللي يتواجد بها هي اللي يكون مسؤول عن تكوين خلايا الدم او انتاج خلايا الدم بمختلف انواعها، يعني بالاريثروسايت الوايت بلاد سيل البليتليت كلها تنشا في هذه المواقع. فلذلك هو يقول تحت الظروف الطبيعيه انتاج خلايا الدم by the bone marrow which found in the medullary canal of long bone and small cavity of cancerous bone. ذني مواقع اللي يتواجد بها البون مرة. طبعا من نجي راح ناخذه راح نتعرف على نوعين. النوع الاول اللي هو الرايت بون مرة، واللي هو يكون في حاله الاكتف. من حاله الاكتف يعني في حاله الاكتف بانتاج خلايا الدم، وبالتالي يطلع عليه اللون الاحمر فيكون اباندنس اوف بلود او الهيموبايتك سيل. اما النوع الثاني اللي هو اليلو اللي هو يكون مملوء بالاديبوسايت، يعني يكون في حاله الهيماتوبويسيس هنا يكون في حاله سايلنت او انكتف او قليله النشاط مقارنه بالرايت بون مرة. لكن انه نخلي ببالنا انه الريد بون مارو ايضا يحتوي على الاديبوسايت، يعني انا مو فقط انه قلت انه الريد بون مارو هو اكتف بالخلايا الدم معناها ما بي اديبوسايت، لا دي نسبه اديبوسايت موجوده بيها، لكن اليلو راح يطغي عليه غالبيته هو الاديبوسايت. راح اعيد هاي الملاحظه انه الريد بون مارو الغالب عليه هي الهيموبايتك سيل تكون في حاله الاكتف، لكن الوايت الاديبوسايت الخلايا الدهنيه موجوده بيه. من اخر مقطع الريد بون مارو القى بي اديبوسايت. اما اليلو البون مارو يكون الخلايا في حاله ان اكتف، واللي يغطى عليه غالبيته هو الاديبوسايت. واضح ان شاء الله هذا الفرق اللي ما بين الريد بون مارو واليلو بون مارو. لذلك راح نجي نقول ريد بون مارو هو يحتوي على الاديبوسايت، نعم يحتوي على الاديبوسايت لكن ليس الاساس، ليس المكون الاساسي. من هو المكون البرايمر الاساسي؟ هو الخلايا اللي تكون بالهيمابويسس مع عده لاينات تشهدها موجوده اللي هي تمثل تكوين او تطور خلايا الدم. يمكن انه ناخذ مقطع، واحد يسالك كيف انه تاخذ مقطع نسيجي من البون مارو، ناخذ اما قطعه من البون مارو او فزعه نسيجيه بايوبسي من موقع اللونج بون، بالتالي راح نقدر ان ندرسها. اضافه الى ذلك يعني خلايا الدم مثل ما تعرفون وانتم اخذتوها ايضا بالفسلجه، انه خلايا الدم ادرسها بصوره مفصله عن طريق مسحه الدم او البلود سمير. هاي الطرق اللي اقدر ادرس بها خلايا الدم، اما اخذ خزعه من البون مارو او قطعه من البون وادرسها احضرها نسيجيا، او ادرس الخلايا الدم من خلال البلد سمير. هذا الريد بون مارو راح يحتوي على كابيلاري ساينوسايت اللي من خلالها الخلايا راح تغادر باتجاه السيركوليشن، ويحتوي على ارضيه ستروما اللي هو راح يسد لي مجموعه من الخلايا اللي هي تتواجد فيه، اللي هي الخلايا المتطوره اللي هي خلايا تشهد التطور خلال الهيماتوبويسس. فهذه اضافه الى الالياف الشبكيه، هذول كلها مكونات البون مارو. وانا صورت لكم اياها بالنظري انهم من كلف البون مارو الريد قلنا ساينوسايت والستروما والفايبر والخلايا اللي هي الكورت اوف سيل، فذني مكونات
بون مرة، الريد بون مرة، كل وحدة لها وظيفة من عدة. الكابيلاري ساينوسايت هو يمثل الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي من عندها الخلايا اللي تريد تصير ماتشور راح تغادر باتجاه السيركيليتوري سيستم. اما الستروما اللي هي تشمل لي الارضيه او الجراوند او المسرح اللي تسرح عليه كل الخلايا المتطوره خلال مراحل التطور الخلوي للإريثرو او الليكوبويسيس او الإريثروبويسيس او الثرومبوبويسيس، بالاضافه الى الالياف اللي تعطينا الدعم والاسناد للارضيه باكملها. هذني كلهن العوامل راح يخلق لي مايكرو انفايرمنت، يخلق لي بيئه مناسبه لانتاج خلايا الدم او لتطور خلايا الدم وتمايزها وتطورها باتجاه الماتشور، بالتالي راح نجي نستفاد من عد هاي الخلايا لاداء الوظيفه المطلوبه من عدها. هذا امامكم هو سكشن، يعني التشخيص السلايد بشكل عام هو مقطع بالريد بون مرة. الريد بون مرة هنا ايش راح اشاهد به؟ تعرفون انه البون خصوصا الكانتيلوس بون اول شيء انه الميزه به هو وجود الحواجز العظميه اللي هو او الامتدادات العظميه اللي هي ثابت كذا، هذا التي هي الحواجز العظميه اللي تمتد من المحيط العظم باتجاه وسط العظم. فهذا المقطع بالبون مرو، فاذا اول ما اشاهد الكابيلاري اللي هي الحواجز العظميه، يضف الى ذلك راح اشاهد الاديبوسايت هاي البقعه البيضاء اللي هي تمثل تراكمات او تجمعات الخلايا الدهنيه الاديبوسايت، ونشوف انه الكورد اوف سيل هذا المجموعه من الخلايا مثل مراحل مختلفه لتطور خلايا الدم. بس هنا بقوه تكبير 4x ما راح اقدر اشخص صوره تفصيليه شنو نوع الخلايا، بعدين يجي نشخصها كل نوع على حده، لكن بشكل عام يمثل لنا الكورد. هذا الكورد لابد ان يلتقي بكابيلاري او ساينوسايد كابيلاري اللي من عنده ممكن انه يغادر باتجاه السيركليتوري سيستم. اذا هذا هو المقطع بالريد بون مرو بهنا لقابلتي للحواجز العظميه، يضف الى ذلك وجود الاديبوسايت الخلايا الدهنيه والكورد اوف سيل. هذا الكورد اوف سيل هو يمثل مراحل في تطور خلايا مثلا الاريثروبويسيس، مراحل تطورها ابتداء بالبروتو ومرورا بالبيزو والكروموتو والى ان تصل بالبودي وثم الى وصول الى الريتيك سيل وتطلع عليها الماتشور سيل. فبالتالي الى انه هذه مثل مراحل تطور خلايا الدم بشكل عام، فلا بد من وجود ايضا الساينوسايد الكابيلاري اللي من عندها راح تستغله للخروج باتجاه السيركليتوري سيستم. هذا بقوه تكبير اعلى للريد بون مرو. نشاهد في الخلايا اللي يعلمكم عليها بالحرف اي هي تمثل الاندوثيليال سيل. الاندوثيليال سيل يعني الخلايا داخل الساينوسايد، لان الساينوسايد هو احد، شويه ركز وياي، الساينوسايد هو احد انواع الكابيلاري، وكل انواع الكابيلاري مبطن من الداخل بنوع نسيج اللي هو سمبل سكوينس اديثيليوم، نطلق عليه مصطلح اندوثيليا. اعيد، كل انواع الكابيلاري يبطن يعني قاعده ثابته، كل انواع الكابيلاري من ابحث التركيب الداخلي، التركيب الداخلي مالته يعني تركيب الجدار مالته يعني التركيب اللي راح يكون ملامس للدم، هذا يكون نوع النسيج مالته سمبل سكوينس اديثيليوم. بدل ما اقول عليه سمبل سكوينس اديثيليوم اختصر اقول عليه اندوثيليال سيل. فلذلك هنا يقول لك الكابيلاري هذا باعتبار ساينوسايدال، وين ذا اشن بوينت هذا ساينوسايدال، فداخلها نوع النسيج هو سمبل سكوينس اديثيليوم يختصر به اندوثيليوم. لذلك نشوف انه الكورت اوف سيل موجوده مجموعه من خلايا متطوره خلال التطور، مجرد ما توصل للماتشور راح تدخل الى الساينوسايد. والاديبوسايت هنا الخلايا الدهنيه اللي تتواجد في الريد بون مورو، لكن من يصير يلو لا يصير اكمله مملوء باليلو والكورد تصبح انكتف. فاذا هذا المقطعين، المقطع الاول بقوه تكبير واطئه والمقطع الثاني بقوه تكبير هاي ماجنيفيكيشن قوه تكبير اعلى، نشاهد انه نفس المحتويات تناولها لكن هنا تناول بصوره اقل قوه تكبير، لانه عندنا مجموعه من الحواجز الترابيكولي اللي تمتد من خارج العظم باتجاه مركز العظم، وعندنا الاديبوسايت الخلايا الدهنيه والكورد اوف سيل، وراح تكون تلتقي مع الساينوسويد اللي من عندها تغادر الخلايا الناضجه اتجاه السيركيليتوري سيستم. هنا الصوره شويه اكثر قوه تكبير، ايضا يتناول الاديبوسايت الخلايا الدهنيه، وهنا الكورد اوف سيل خلايا الماتشور الناضجه راح تغادر باتجاه الساينوسويد اللي هي الكابيلاري، حتى من ثم باعتبار الكابيلاري هو احد اجزاء الجهاز الوعائي، يعني الكابيلاري راح يرتبط بالاوعيه الدمويه الشرايين والاورده، فبالتالي هنا عندنا الخلايا الناضجه راح تدخل السيركيليتوري سيستم من خلال المساحات اللي موجوده
ما بين الخلايا الاندوثيليا بتبطن السطح الداخلي للكابيلاري، بتدخل الى داخل الساينوسايد ومن ثم وهذا باتجاه السيركليتوري سيستم. لذلك يقول لكم هنا البطانه الداخليه او السطح الداخلي لهذا الكابيلاري هو اندوثيليال، يعني سمبل سكويموس ابيثيليوم. اول عمليه راح يشهدها البون مرو هو الاريثروبويسيس. الاريثروبويسيس اللي هو المراحل اللي راح تمر بها الخلايا الدم للتحول الى خلايا دم ناضجه، لان خلايا الدم ماتشور. اول ما راح يبدي عندنا هنا هي بخلايا اوليه تجينا من الستيم سيل، ستيم سيل تعطينا خلايا مايلويد. اول خلايا بروجنريتر سيل هو تدعى بالبرو اريثروبلاست. برو اريثروبلاست هذا البرو مصطلح يعني بدائي او اولي، البلاست المولد، خلايا الارثرو معناها خلايا الدم الحمراء، هاي تفسير الكلمه. من صفات هاي البرو اريثروبلاست تكون خلايا لارج سيل، فيري لارج، حجمها كبير. يعني لو قارناها هاي الخليه بخليه دم ناضجه راح تطلع عندي فرق كبير بالحجم، فهي خليه كبيره الحجم اشبه باللمفويد سيل، تشبه الخلايا اللمفاويه، خلايا كبيره بالحجم. زين تبدي تتحول هنا الى نوع اخر اللي هي البيزوفيليك اريثروبلاست. هنا اذا نشاهد السيتوبلازم مال البيزوفيل يكون جدا قاعدي. شلون عرفنا جدا قاعدي؟ يكون مائل للون الازرق الداكن، يكون مائل للون الازرق الداكن، فيكون هنا البيزوفيليك. طبعا هنا بسبب انه زياده تجمع البوسومات والبوليسومات تتجمع، هذه هي مسؤوله عن الصبغه القاعديه. طبعا هنا بدا تجمع الرايبوسومات من اجل التهيئ لصناعه الهيموغلوبين. تجي للمرحله اللي بعدها اللي هو راح يصير ب اريثروبلاست او الليت اريثروبلاست، هنا يصير ب الصفتين الحامضيه والقاعديه. هذا البي اي والال بي هي اريثروبلاست، لكن يعني الليت المتاخره والايرلي مبكره، زين يعني اول ما تتكون هذه ومن ثم الليت تتكون المتاخره، يعني شلون يقول رقم واحد رقم اثنين في نفس المرحله اللي هي سحله بوليكروماتوفيليك اريثروبلاست. هذا البوليكروماتوفيليك يبدي هنا بعد ما كان بالبيزوفيليك مليء بالصبغه القاعديه، يبدي هنا يصنع الهيموغلوبين فيعطي الصفه الحامضيه. فبما انه بدا صنع هنا الهيموغلوبين واعطاه الصفه الحامضيه، وبعده هو يحتفظ بالرايبوسومات او بالبولي رايبوسوم، فاذا يجمع ما بين صفتين حامضيه وقاعديه، فهنا هذا يصبح بولي كروماتوفليك، يعني متعدد الصبغات، يجمع صبغتين حامضيه وقاعديه. يقول عليه بري وليت، يعني هذا اول ما يتكون، والليت هذا متاخر يتكون. نشاهد اقل حده او اقل السيتوبلازم، السيتوبلازم ما تيدي غادر صفه اللون الازرق مائل الى اللون الارجواني او اللون الاحمر، فهذا يصبح له الحامضيه بسبب فعل الصبغه الحامضيه او امتزاج الصبغه الحامضيه مع الصبغه القاعديه. بعد ذلك يبدي يتكون الارثروكروماتوفيليك والارثروكروماتوفيليك ارثروبلاست اللي هي تكون هنا تقريبا يعني مائل لاكثر شيء الصبغه الحامضيه، لان بدا الهيموغلوبين يصنع ويحتل مساحه جيده بالخليه، ومن ثم يتحول الى الريتيك سايت هنا بعد ما راح يصير اجكتد واخراج للنواه، ومن ثم تنطلق الى باتجاه الماتشور، تصبح خليه باي كونكيف شيب خاليه من النواه امبيد اوف نيوكليوس فولد وذ ذا هيموجلوبين. هنا ضمن منطقه الريتيك يبدي تقريبا ينهي علاقته بالبولي رايبوسوم، فيبقى فقط الهيموجلوبين ويكون مائل للصبغه الحامضيه. هذا ما مجمل الارثروبويسيس ابتداء بالبرو ارثروبلاست انتهاء عفوا بالماشور ارثروسايت. الكريات الوايت بلس سير فقط راح اعوضكم سلايدات ما يخص سلايد واحد مال ريجاني لولوبسيس حتى اوصل عليكم هواي، فهنا عندنا وهو اللي في يفيدكم فقط في التشخيص. عرفنا هذا نفس المقطع عرضت عليكم في النظري بانه عمليه تكوين ليجانيوز ابتداء بالخلايا الاوليه اللي هي المايلوبلاست. قبل ما ناخذها انه ننوه انه هذا الجرانيولوكسز هو فقط يتعلق مصطلح لتكوين النوع من الليكوسايت اللي هو يحتوي بداخله على يحتوي بداخله على الجرانيولز السبيسيفيك، ما له علاقه بالنوع الثاني اللي هو الليمفوسايت والمونوسايت، فقط العلاقه بنوع الليكوسايت السبيسيفيك جرانيولز تحاويه جرانيولوسايت نوع الجرانيولز الحبيبيه. فنعرف الوايت سيل بشكل عام الدم البيضاء الى نوعين. النوع الاول اللي هي الجرانيولوسايت اللي تشبه النفو والنترو، العفو الجرانيولوسايت اللي نتروفيل ايزينوفيل بيزوفيل.
الجرانيلوسايت اللي تشمل النيتروفيل والزينوفيل بيزوفيل، على اساس انه هذا النوع الثلاث انواع الايزينوفيل بيزوفيل والنيتروفيل تحتوي على نوع من الجرانيول، تحتوي على سبيسيفيك جرانيولز اللي مكنتها انه اصبحت اسمها جرانيلوسايت، وتحتوي على نون سبيسيفيك جرانيولز اللي هي تحتوي على انزيمات حاله. اما النوع الثاني فهو الاجرانيلوسايت اللي هو يشمل الليمفوسايت والمونوسايت، واللي تحتوي فقط على النون سبيسيفيك جرانيول او على الايزينوفيليك جرانيولز اللي تحتوي على الانزيمات الحاله، ولكن لا تحتوي الاجرانيلوسايت لا تحتوي على اي نوع من السبيسيفيك جرانيولز، وهذا الاساس اللي صنفنا عليه الليكوسايت. فهنا الليجانيلولوبسيس يتعلق فقط في عمليه فورميشن اوف ذا جرانيولز اوف ذا ليكوسايت، فقط تكوين خلايا الليجانيلوسايت. فتبدي الليجانيلولوبسيس بعمليه تكوين الجرانيولز يعني في الليجانيلوسايت بالخلايا المايلوبلاست، و اللي هي تكون هاي خلال هاي المرحله مشابهه للليمفوسايت ايضا، يعني المايلوبلاست تشبه تركيب الليمفوسايت. شلون قلنا قبل شويه انه البرو ارثروبلاست يشبه الليمفوبلاست، الليمفوبلاست ايضا هنا المايلوبلاست تشبه الليمفوبلاست، هي الخلايا الاوليه تكون متشابهه فيما بينها. زين، فالمايلوبلاست هنا خلال هاي المرحله ما يحتوي على اي جرانيولز، يبدي بعمليه تحويله الى اول مرحله برو مايلوسايت، لا يبدي يكون لي جهاز كولجي، رايبوسومات، ويبدي صناعه البروتين في شكل الازيروفيليك جرانيولز اللي لون الازرق. فاول جرانيولز اللي يتكون هو النون سبيسيفيك الازيروفيليك جرانيول، ويبدي يصنع بالرايبوسوم ويتعلم، يعطيه تعليم بجهاز كولجي. شرحت لكم اياه شنو المقصود بعمليه التعليم البروتيني بالنظري، اللي ضمن مفهوم السورتينج بروتين، شلون يصير عمليه تعليم البروتين. اما بعد ذلك انه يبدي يتحول من برو مايلوسايت الى المايلوسايت، هنا يبدي يحور او يبدي يكون سبيسيفيك جرانيولز اللي هو يكون باللون البينك، ويعطي صفه اللي هو يقولها انه انت اصبحتي جاهزه للدخول للاينج لاين اللي هو المسؤول عن تكوين خلايا الدم الجرانيولوسايت. يعني يبدي انه يفهم الخليه انه انت هنا بالمايلوسايت لازم تتجهين باتجاه اللاين اللي هو الجرانيولوسايت، باعتبار بدها تحتوي على سبيسيفيك جرانيولز اضافه الى الازيروفيليك جرانيول. خلال الميتا مايلوسايت هنا الخلايا تبدي انه خلال هاي المرحله يكون واسعه الانتشار فيها، تكون وايد سبريد سبريس بمعنى بالسيتوبلازم، وتبدي انه تدخل اللاين اما باتجاه النيتروفيل او باتجاه الايزينوفيل او البيزوفيل. هذا الستايت كلش مهم، ركزوا عليه. المقارنه كومباريزن بين ذا ايرثروبويسس وجرانيولوسس. عفوا، اهم شيء بالمقارنه انه نتناول ظاهرتين، العفو ظاهره تكوين الجرانيولز اذا تركزون هنا السيتوبلازم مال ماتشوريشن اوف ليكوسايت، هنا وجود السيتوبلازم يحتوي على الجرانيولز، بس هاي سبيسيفيك نون سبيسيفيك، اذا هي شيء مميز الليكوسايت. اما بالار بي سي فقط تحاول انه شلون تتخلص من النواه، لا شاهد المراحل تكونها الى ان شلون تتعامل مع النواه الى ان تخرج تصير اجكتد تصير ماتشور. هاي الماتشور اللي هي بدات النواه ترفضها من الخليه او تطردها من الخليه. اما هنا الشيء الثاني لا، فقط تحافظ على النواه مالتها ما تطردها من الخليه اضافه الى ظاهره الجرانيولز. فاذا شيئين ركزوا لي بهاي الصوره او هذا السلايد انه شلون من هنا انا اسالك هذه المنطقه تشهد اي عمليه، راح تقول لي جرانيولوبسس. على اي اساس تبتدي؟ شنو الكريتيريا المعيار اللي استندت عليه؟ اللي سويت ستاند اب عليه انه هذا هو جرانيولوسيس، راح يقول لي انه بريزنت اوف ذا جرانيولز ان ذا سيتوبلازم اوف ذا سيل ان اديشن ذا كيب اوف ذا نيوكليوس دورينج ذا ديفلوبمنت اوف ذا ليكوسايت. بينما هنا راح نشاهد انه الجرانيولز ما عندي اصلا ظاهره الجرانيولوسيس، ما عندي هاي المرحله لان هي راح تتعامل مع الار بي سي. اما ما يخص النواه فهو يحاول يتعامل معاها في عمليه الكوندنسيشن للنواه الى ان يصير بعمليه اجكتد من الخليه. هذا السلايد كلش مهم للمقارنة والتركيز ما بين تطور الخلايا الليكوسايت والإرثروسايت. ثرومبوبويسيس المرحلة الثالثة انه هو عملية تكوين البليتلت، وشرحت لكم اياها ايضا في نظري ما يخص البليتلت. معروف انه البليتلت هي اجزاء او فراجمنت من خلية تنشأ من الخلايا العملاقة الميجاكاريوسايت، والميجاكاريوسايت هي اصلا تنشأ من الميجاكاريوبلاست. يعني انا عندي ميجا كاريوبلاست اللي هاي على يساركم على يسار الشاشه، هي الميجا كاريوبلاست تعطيني خلايا عملاقه اللي هي الميجا كاريوسايت اللي من عندها تنشا بليتلت او فراجمنت اوف سيل.
الميجا كاريوبلاس يقول هي عباره عن خلايا لارج فيري لارج كبيره الحجم سيلولار سيل اند بون مارو. هي يعتقد انه تواجدها بنسبه بسيطه في البون مارو يعني ما تتواجد باعداد ضخمه لان هو التعامل مالتها راح يكون على الحاجه في الجسم on stage on the needed of the body. فما احتاج انا كميات ضخمه من الخزين مالتها مقارنه ببقيه الخلايا لان هي اول شيء انه كل وحده تعطيك الالاف يعني كل ميجا كاريوسايت تعطيك الاف من البليتلت ليست هي مثل خليه يعني تتطور الى خليه اخرى تتطور الى خليه اخرى مثل مثلا مال التكوين الالتروسايت او تكوين الار بي سي اكون ملزم انه خليه تتطور الى خليه اخرى ثم الى خليه اخرى لان توصل الى ماتشور ارتروسايت يعني لابد انه عندي خزين كافي بالبون مارو هذا المعنى. اما هنا لا هو كل خليه راح تعطيك الالاف من القطع من البليتلت. فعلى العموم الميجا كاريوبلاست موجوده بعدد نادر او قليل يعني هو اللي يقول غير هنا فيو نمبر من بون مارو. سايتوبلازم مالتها يكون بيزوفيليك سايتوبلازم بيزوفيليك سايتوبلازم. الميجا كاريوبلاست هذا راح يشهد ظاهره مهمه اللي هي الاندوميتوسيس. شنو هي الاندوميتوسيس؟ مضاعفه لعمليه الدي ان اي مضاعفه الماده الوراثيه بدون انقسام او بدون فترات انقسام خلوي. هاي الظاهره يخليها الميجا كاريوبلاست تعطيني ميجا كاريوسايت باستبعاد البولي لوك نيوكلياس. فتكون الميجا كاريوسايت اللي راح تنشا نتيجه ظاهره الاندوميتوسيس اللي مرت فيها الميجا كاريوبلاست راح يصير عندي نواه متعدده اللوب او البولي لوب بوليبلويد يعني مضاعفة المادة الوراثية إلى أربعة أضعاف المادة الوراثية مالتها. فالميجا كاريوبلاست راح تتحول إلى ميجا كاريوسايت. هنا الخلايا لا زالت كبيرة بالحجم مقارنة بالميجا كاريوبلاست وهو يكون أقل بيزوفيل. فإذا الميجا كاريوبلاست صفات هاي الخلية خلايا كبيرة خلايا قليلة العدد السيتوبلازم مالتها يكون فيري بيزوفيل سيتوبلازم. هاي بنسألك على الصفات الخاصة بالميجا كاريوبلاست هنا بدك تعدل لي اياهم خلايا فيري لارج سيل غير ان بون مارو والفيري بيزوفيل سيتوبلازم. شنو هي الايفنت اللي راح تشهدها؟ تشهد ظاهرة الاندوميتوسيس يعني مضاعفة الدي ان اي بدون انترفينينج سيل ديفيجن. بالتالي راح نحصل بوليبلويد بوليبلويد متعددة المادة الوراثية يعني المادة الوراثية أربعة أضعاف راح نحصلها عليها بالميجا كاريوسايت. وهذا راح يكون عندي الخلايا الميجا كاريوسايت من صفات الخلايا كبيره في الحجم اقل سيتوبلازم بيزوفيل مقارنه الميجا كاريوبلاست والماده الوراثيه تتميز بانه البولي بلويد. حدث هذا البولي بلويد ليش؟ نتيجه حدوث ظاهره مسبقه اللي هي الاندوميتوسيس بالميجا كاريوبلاست. احنا قلنا هاي الميجا كاريوسايت خلايا عملاقه ما تقدر تغادر السيركليتر سيستم وكل وحده من عندنا راح تعطينا الالاف من بالتالي هنا راح يصير عمليه الحصول على حتى نحصل عليها راح تكون ما راح تعانين من عمليه اكتشن للخلايا مالتها نتيجه وجود تراكيب خلويه اللي هي الاكتين والمايكروتيوبولز اللي راح يمكنها من بناء اكتشن او بناء امتدادات على شرط انه تتواجد هذه الخليه بالقرب من الساينوسويدال كابيلاري. وهذا الساينوسويدال كابيلاري اللي هو اللي يحتوي على سبيس يعني هاي الخليه الميجا كاريوسايت راح تتواجد قريب الساينوسويدال كابيلاري وهذا الساينوسويدال اللي نشاهد هنا اكو فراغ. وشنو الساينوسويدال كابيلاري؟ يعني كابيلاري ما راح يكون مستمر لا راح يكون بفراغات بيناتهم يسمح بظهور او دخول وخروج الخلايا من عنده باتجاه السيركليتر سيستم. اما ما يخص الميجا كاريوسايت ما راح تقدر تغادر باتجاه السيركليتر سيستم يعني هذا هنا هسه اتجاهي باتجاه السيركليتر سيستم هذا داخل الكابيلاري. هنا هاي خليه عملاقه ما تقدر تسوي انسيرشن او دخول ما بين هذا السبيس بالساينوسويدال كابيلاري. فش تسوي؟ تمد لي اكستنشن من خلال بناء المايكروتوبيول والدور الاكتين فيلمنت اللي راح يساعد على التقلص. فراح يؤدي الى بنش اوف تقلص في هذه المنطقه ودخول قطع البليتليت الى داخل السيركليتري سيستم. هذا هو الكابيلاري هذا الساينوسويدال كابيلاري. هنا انا هسه بنسالك شنو نوع النسيج الموجود بهذه المنطقه وين صار المؤشر؟ هو راح يكون عباره عن اندوثيليال والسبيس اللي راح يحتله هي بيناتهم الجاب اللي راح يسمح بالسيل تدخل الى السيركليتر سيستم بهالاتجاه هذا باعتبار هذا كابيلاري مرتبط بالجهاز الوعائي يعني بالارتري والفين فراح يسمح بدخول الخلايا باتجاه
سيركوليتوري سيستم. اما يعني الار بي سي والليكوسايت، اما الميكا كاريوسايت فخلايا عملاقه ما تقدر تغادر السيركوليتوري سيستم، فتلتجئ الى عمليه البنش اوف اوف سيل او بنش اوف السيتوبلازم مالته، لون من خلال بناء اكستنشن. هذا الاكستنشن من يسوي وحدات المايكرو تيوبولين الفا بيتا تيوبولين، الوحدات البنائيه من ينبني، وبمساعده راح يصير اكستنشن بالسيل، ومن ثم دور خيوط الاكتين راح يصير عندنا بنش اوف، ومن ثم دخول الاتجاه السيركليتري سيستم. هذا ما عندي وياكم اليوم ان شاء الله. اذا عندكم سؤال للطلبه المتواجدين حاليا وياي اذا اقفل استفسار، واذا ما عندكم استفسار تقدرون تغادرون براحتكم. انا تسجيل حرس يوسف ممثلكم.